في هذه اللحظة تمت انطلاقة آخر أشواط الصعود من مسافة 1200 متر اللي في أول المراكز شاهين لسيد حمد بن جار الله بن علي البريدي. في هذه اللحظات في أول المراكز والتسلل من الجانب الأيمن، هذا هو رقم 13 سغال السيد محمد بن سعيد الخيارين. في أول المراكز في هذه اللحظات ثالث المراكز شاهين لسيد سالم بن حمد بن سالم بن جهويل. في رابع المراكز رابع المراكز هذا هو سيلين لسيد محمد لسيد محسن بن عبد الله آل نديلة المري. في رابع المراكز خامس المراكز الباز لسيد علي بن محمد الزعبي، ولكن راح الخيارين بالناموس، راح هذا هو مشغل، هذا هو سوغان لسيد محمد بن سعيد الخيارين، انتزع المركز الأول، ولكن اللي واصل في هذه اللحظات حمد بن جار الله بن علي البريدي. في ثاني المراكز يحاول أن يتسلل، أما في ثاني المراكز اللي في ثاني المراكز هذا السؤال لسيد محمد بن سعيد الخيارين، ولكن خلونا مع البريدي، راح البريدي بالناموس وراح بالمركز الأول في هذه اللحظات. أما في ثاني المراكز تعالينا والناموس للسيد حمد بن جار الله البريدي بفوز شاهين بالمركز الأول. في ثاني المراكز اللي هو الباز للسيد علي بن محمد الزعبي، وسيلين لسيد محسن بن عبد الله بن ديل، الاثنين في خط واحد. نقول تهانينا والناموس لجميع الاخوه الفائزين. 44 و24 جزء من الثاني، تهانينا والناموس.